혹시 믿지 بتحل الليلة الفنانة جميلة عوض وأسرتها ضيوف على برنامج صاحبة السعادة واللي بتقدمه الأعلامية إسعاد يونس، وبيعد ده الظهور الأول لجميلة مع عائلتها بعد احتفالها بزواجها من المونتير أحمد حافظ منذ حوالي شهرين. وهتكشف جميلة عوض في الحلقة كواليس عن حياتها الشخصية وكواليس زواجها وبداية حب زوجها ليها، بالإضافة إلى الحديث عن حياة الفنان الراحل محمد عوض. المنيرة المهدية دايما بنغني دي، ده كل مرة، ونقول اسطوانات باي ذا فود كومباني. طب كنت قلت لها، ما كنت قلت لها في الحلقة يا ريت تغنيها، غنيها الفقرة الجاية. في الفقرة الجاية تقول لها يا ريت يا اس تغني الأغنية اللي كنت بتغنيها، تقول لك لا، تقول لها والنبي، فتقوم تطلع تعمل اسطوانة على وجهها الأول. وانا نايمة وانا نايمة كترت الأحلام حواليا حواليا الاسطوانة على وجهها الثاني. وانا نايمة كنا نقعد نعمل كده طول الليل صريخ.